في خزنة في المكان اللي احنا فيه ده؟ أكيد لا. أكيد لا، ولا تعمل زي عم عبدو البواب؟ لا 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 لا، أكيد لا. أصلي أنا بصراحة اللي فارش المكان ده حتة حتة مع جده، ولو كان جده جاب خزنة كان قال لي، أصل هو ما بيخبيش عليا حاجة أبدا خالص، جده بيحبني. أنت بتحب المكان ده؟ جدا جدا. طب ما تنضفه. بيجي لي حساسية. وبعد كده أقول لكم على حاجة بصراحة، أنا ليا ذكريات جميلة جدا جدا. تعرفي اللوحة دي؟ مالها؟ أنا اللي معلقها. جبت مسمار 10 سنتي صلب حطيته، رحت ماسك الدبشة وقدي كده، رحت عامل كده اهو. جاي تنزل طبعا، قام جه على صباعك ما جاش في المسمار. لا، جه في المسمار وعلقت اللوحة. أما أنت قاعد تعمل لي كده ليه؟ فكرتك هتقول كده. بحب السسبنس يا ولاد، أصل أنا هايف. استنوا يا جماعة، اللوحة دي هي اللي موجودة في المجلة. وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحة؟ ممكن تبقى الخزنة وراها. ايه يا حبيبتي الافلام اللي انت عايشة فيها دي؟ وبعدين انت مش سامعة دلوقتي عم بندق بيقولك هو اللي معلقها بنفسه، حتى جاب الطوبة والمسمار 10 سنتي سولت وراح عامله كده، وعمل الطوبة جامد كده تش ما خبطتش في صباعه، راح لا حطها عادي. ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. انت كمان هتعمل نفسك عارف ان في رقم سري؟ لا، انا بقول اكيد ليها رقم سري، بس ما قلتش ايه هو الرقم السري. طبعا عشان ما تكذبش. وسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. أنا مش بتكلم على جده ده، أنا بتكلم على جدنا إحنا. 22/10/1932. يعني 19. معلش، الاثنين قبل التلاتة ولا التلاتة قبل الاثنين؟ معروفة إن التلاتة أكبر بالاثنين. أنتوا بتقولوا 32 فأنا بتلخبط. ما خلاص، نو بروبلم. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقة القديمة، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف. هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنك. بعد اذنكم. بعد اذنكم. ممكن بعد اذنك. اتفضل. ها؟ ايه ده؟